شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر. جبلي صبر لما الظلام ماله قريب، جبلي صبر لما الضمير يصبح غريب، تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر. حسيت غربي لا ما في وصفة، نفس العيون بس وين نظرات الدفى، نفس العيون بس وين نظرات الدفى، وين الوفا شو يلي صاير بالخفا. جبلي صبر يا زمن، جبلي صبر دوري يا دنيا، بس أنا ببقى أنا رضا عن حب الخير وما فقر، ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر، بس هالظهر ما بينحنى. جبلي صبر يا زمن، جبلي صبر. بس ما بدي اياها تسمع. اوضح. احكي لي، صار شي جديد من شر ريهام؟ ما عم تحاكيني. ويارا عم تقول لي طول بالك، بس انا ما عم بقدر استنى. شوف، يمكن البنت عم تعيد حساباتها. شو يعني؟ الموقف اللي صار اليوم رح يخليها تعيد حساباتها، بمعنى انه رح تفكر بعمق لوين رايحه. خالو شبك لا تخوفني، يعني طول عمرك متفائل، ليش هالمرة لا؟ لا يا رجل، أنا ما قصدت هالشيء. البنت ما رح تبعد عنك، بس البنت بدها تفكر وحقها، بدها تعرف حالها وين صارت ولوين رايحة. يعني معقول بعد كل شيء صار بيناتنا ريهام يقلب عقلها وتتركني مثلا؟ لكن المشكلة إنه أنا ما بعرفها منيح لريهام لحتى جاوبك. بدك تسأل يارا، هي اللي فيها تجاوبك، ولا أقول لك؟ سأل نفسك، أنت الوحيد القادر على إنك تعرف شو بقى. ما أنا سألت حالي وما طلع معي ولا جواب. رح دقلها يا رب.
لك وين دق ليارا؟ وحدة ونص يا رجال اللي بتكون نايمة، لو كانت فايقة كان جاوبت على رسالتي، يمكن أنت اللي عم تخليها تنتهي عني. شو بنا لك خال؟ قوم 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 نام مرتاح والصباح رباح. هل كل هذا أنت؟ غامضة وواضحة وحاضرة وغائبة معا، عيناك ليل حالك يضيئني، وصوتك نغمة مائية تذيبني في الكأس. أنت كثيفة وشفيفة وعصية وأليفة، تكبرين وتصبرين على وتيرة نايك السحري، يخضر الهواء على مهبك، يضحك الماء البعيد إذا نظرت إلى السحاب. رهف، لك رهف، لسه ما فقتي؟ قومي لك، قومي، تأخرنا. عشو تأخرنا؟ تأخرنا على المدرسة، قومي يلا. اسبقيني انت. لك لوين بدي اسبقك؟ شو رايحين سيران؟ قومي خلصيني. ايه ما فيني روح. ليش؟ لأنه قالت لي بتيجي بعد ما بتجيبي ولي أمرك، بعد مو مع. ايه قومي قومي قومي، بلع لك، فوت قبلك وانت بتلحقيني. قومي لا تعلكي، قومي. يا ربي. قال وصلوا لطريقة ترضيك وترضيهم، وعندهم استعداد يشوفوك وين ما بدك. بقى شو رأيك؟ طب انت برأيك سادين ولا عم بيلعبوا؟ هلا بصراحة أنا اللي لاحظته إنه أسلوبهم متغير بالحكي. كمال كله بينحل، قصة الحبس تبعك وقصة يارا، بس قصة نهال بدها تاخد وقتها. دخيلك أنت. دخيلني؟ أنت شفت حالك لما شفتها بالحارة كيف عيونك لمعوا؟ حاج بقى، على مين عم كذب؟ طب ممكن هالسيرة خلص تقفل عليها؟ وليش بقى؟ هيك أنا فاضي يا زلمة، براسي مليون شغلة و600 ألف مصيبة. مثل ما بدك، بس ما قلت لي هلا، شفته لسعده؟ الطبيب بحكي لك. قوم صباح الخير. صباح الزفت. أنا بدي روح على المعهد. جانة أنت مو؟ فوتي الإبرة على أوضتك، خلصيني يلا. أمي هذا مو حكي، أكيد مالك أنت قبلانة أني ضل مقبورة بالبيت، بالنهاية أنا مالي عاملة جريمة وأنا مو طالع بإيدي شي. بلا بيطلع بإيدك، فيك تدقي لبابا وتطلبي منه. ليك يا ريهام، مو أنت تفلتي لي على حل شعرك وتحبي وتتمعشقي وآخر شي تطلع تدق براسي أنا؟ ما دخلني. حسسيني مرة واحدة بس أنك أمي وأني أنا بنتك وأنك مهتمة بأمري. كرمال هاي الكلمة بس رح أحكي مع أبوك، مع أني بعرف أنه ما رح يقبل. كتر خيرك. أهلا وسهلا. ألو، كيفك حجي؟ إن شاء الله صرت أحسن. ماشي الحال حجي. أنا عم دق لشاورك، قال ريهام عندها محاضرات ضرورية كتير اليوم بالمعهد. كلام يلي حكيته مبارح ما رح أرجع أفتي وعيده، طلع برات البيت ما في، مفهوم؟ يا حجي أنا بس بدي منك تعطيني فرصة واحدة بس لحتى أحكي أنا وياها، وبعدك أنه ينحل الموضوع. عطيتك سنة بحالة ما استفدت شي، ما أجاني غير قلة الترباية وقلة الأدب والكلام الطالع النازل، إيش كان منها ولا من أختها؟ طيب خلاص مثل ما بدك، طول بالك شوي. تصطف لي منك لبنتك، أنا هديك ما دخلني فيها. ريهام ما بتطلع برات البيت. يا حجي والله أنت هيك عم تقسى على البنت كتير. أنا وبنتي بعرف كيف نتفاهم، تصطف لي منك لبنتك، مع السلامة. ما رضي. خلص رح أنقبل، رح أضل قاعدة على قلبكن انبسطي من غير شيارة، معتبرة إنه أنا شخصيتي ضعيفة. هلأ بس تجي على المعهد وما تلاقيني رح تكمل معي على الآخر، انبسطتي؟ وليش لا تروح يارا لعندك على المعهد أساساً؟ لأنه يارا
ما سألت عن حدا فيكم، راحت نقلت تمثيل وما سألت عن حدا. شو هاد؟ يارا نقلت على التمثيل؟ ايه يارا نقلت على التمثيل لأنها قوية وما رضيت حدا يقرر لها مستقبلها. عرفتي ليش؟ ولك لأنها غبية. أختك وحدة غبية وما بتعرف مصلحتها. ايه الله يجعلني غبية مثلها إذا هيك. قولي روشي نلعب من خلاتي. يا ربي ليش هيك عم يصير معي مع ديري؟ أهلين رهوفة، خير اليوم؟ ليش تأخرتي؟ روح هلا أختي نازلة وراي. لك طيب بس فهميني ليش؟ لك قلعوني من المدرسة وطلبوا ولي أمري. أوف. مرحبا. أهلين أهلين. يلا عن إذنكم. شو مين هاد؟ ما بعرفه. كيف يعني ما بتعرفي؟ واحد واقفة عم تحكي معه شو عم تسلبيه علي رهاف؟ لك بعرفه هذا رامي شاب رفيقنا، مدرسته قريبة من هون. إيه شو يعني إذا مدرسته قريبة من هون؟ يعني بنتمشى سوا على طريق المدرسة. بتتمشوا سوا. امشي قدامي ولي، امشي قدامي. ليه على هالاخت؟ شاهد؟ لا جننيني، انا ما دخلني بابن عمك. انت ما وافقتي عليه مو لانك بتحبيني، انت ما وافقتي عليه لانك انت ما بدك اياه. ايه طبعا، ما انا ما كان بدي اياه لانه انا كان بدي اياك، ما انا كنت مفكره انك بتحبني. هذا شيء تاني. أنا كنت حبك وكنت بتحبيني، بس أنا لو ما كنت حبك أنت كنت رح توافي عليه؟ إيه لا يا سيدي، ما أنت كنت معشمني فيك من البداية، وأنا لو ما عشمي فيك صدقني كنت وافقت عليه. لك شو هالحكي هاد شهد؟ أنت أساساً ما كنت تطيقيه، ما كنت تطيقيه لا هو ولا أهلك، تركتيهم وإجيتي عشتي بالشام لحالك كرمال بعدي عنهم، صح ولا لا؟ إيه مزبوط، كرمال بعد عنهم، بس كمان كرمالك لأني أنا بحبك. شاهد خلص روحي هلأ بنحكي بعدين. بوس إيدك، ما عاد أدران أحكي ولا حرف. باي. أنت شلون بتروح لحالك معه؟ ما بعرف. لك ما لقيت ولا العد ما يطب علي، لو ما استحكمته كان روحني. كمان معقول يكون متفق مع أبو عطا عليك؟ لا 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 لا، أبو عطا بضايق سيرتي بيهدنا. شوف إذا مثل ما حكى لي سعده معناتها رؤوف بيعرف كل شيء صار بهذا الوقت، مو بس هيك. أنا صرت متأكد إنه التهريبة هي سبب الغنى اللي هو فيه. شلون يعني؟ رؤوف كذب علي، بشو ما بعرف. وقتها لما أجى لعندي هالسجن، أكد لي إنه هو انضحك علي. بس هلا من كلام سعده عم يتبين لي إنه كذاب. إذا ما له علاقة بالتهريبة، أنا متأكد إنه بيعرف شو كان جوات البرادات. ومعقول يكون بهالحقارة؟ هلا أهم شيء سعده يشوفه لرؤوف ويتأكد إنه هو. وقت القفلة بتكون عنده. طيب. وين تبعودك مع سعده؟ اليوم بالليل. رجلي على رجلك كمال. ايه طبعا لازم تروح معي، بس هلا بدك تنزلني باخر الشارع، عندي مشوار ضروري. المساء وياك نلتقى بنروح على الخمار. عم تفصلني يا سعده؟ ايه؟ شو علي؟ مرحبا سامر بيك. عليه سعدو، وينك لهلا؟ ليكني بين الايادي. احلى نص ربع شقفي على كيف كيف كيوفك. رح تدعي لي؟ واثق من حالك كثير. ها المره الماضيه دعيت عليك ما دعيت لك، لانه قطعه الحشيش اللي اعطيتني اياها كانت مضروبه، وقسما بالله العظيم قسما بالله انضرب راسي لما اخذتها. يعني ما عاد الشيء قدامي، صرت اشوف الدنيا كلها تشاش. مثل ما عم قلك، هالمرة رح تدعي لي، لأنه هي غير حديث، هي من بضاعة كانت رايحة لبرا، الله وكيلك لغيرك ما بجيب منها. معلومك بتعرف جماعة برا دفيعة. نحن دفيعة كمان سعدو، وأنا جاهز. أي شي بدك إياه بس اعزف لي ألو، واللي بتريده بيحضر لعندك. يلا بخاطرك. يا
سهر الله يرضى عليك. والله ما لي أدران أخذ واعطي. خلاص مثل ما قلت لك راح أترك لك مبلغ عند السكرتيرة، وإمتى ما مريتي خذي وقت اللي بيجي على بالك. لك يا عيوني يمكن ما أقدر أشوفك لأن شغلي مكركبة اليومين كتير. الله يرضى عليك. خلصنا قلنا لك ببعر هذا الأسبوع. لا خلصنا عيوني. الله يخليكي. بلا بلا مستعجل. الله يخليكي. ايه نحكي بنحكي بنحكي. يلا باي باي باي. الله معك. فوت تعال. اسمعي لا تدخلي لي حدا ولا تحاولي لي تليفونات. قلي لشوف شو هذا الحكي اللي ما بينحكى على التليفون. الله حيه معلم، وانا عم راقبه لهذا سعده ناحي الجسر جنب القهوه. فجأة فتح باب سيارة وركب فيها، ولما دققت مظبوط طلعت سيارة المحروس. أني محروس بلا زغران؟ ابنكم سيدي سامر بيك يا ضي عيني. وشو جاب سعده لسيارة ابني سامر؟ ومين كان عم يسوقها؟ سيدنا لما دققت أنا من بعيد قربت شوي شوي وشفت لك سعده هذا اللي أول لا يقشع خير ولا يوفه عم يعطي شقفة حشيش. وابنكم الله يهديه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك أخي كان عم يعطيه مصاري سيدي عم يعطيه مصاري. لك شو عم تخبص انت؟ ابني سامر عم يشتري حشيش من سعده؟ هذا اللي شفته بعيني يا ضي عيني. ولو ما بعرف ان الموضوع بيهمك ما كنت تركت سعده يغيب عن عيني ولا لحظة. شو معلم؟ شو بشو؟ آه لا تكون ضيعته لسعده. سعده مو مشكلة معلم. هلأ بروح بلاقينا محله. وين بده يروح يعني وين بده يروح؟ بدك تلقطه اليوم بدك تلقطه. أكل معلم أكل. تيسر تيسر. السلام عليكم. شوفي طارق نحن لازم نتفق. هذا ما عاد وضع. الخلافات اللي بيني وبينك عم تعمل شرخ بالبيت، واخواتك الصغار مسؤوليتي ومسؤوليتك بنفس الوقت، يعني ما بصير هذا الكلام. شو بان اخواتي؟ ليكم احلى ونعين الله عليهم. اختك رهف عم تمرق بسن خطير، انا وانت مرقنا فيه وبنعرفه كثير منيح. صار ثلاث ارباع البنات بهالعمر بيتقلعوا من المدرسه وبيرجعوا ثاني يوم. شو هالشغله اللي بدك تعملي منها قصه هي؟ تعرف كم وحده فيهم مصاحبه؟ رهف مصاحبه؟ مرافقه ولد من عمره من المدرسه اللي جنبها. طب مو المفروض انت تاخذها تحكي معها وتفهم لي هالقصه لوين واصله؟ انا ما بتحكي لي شيء، ما بعرف ليش معتبرتني يا اما يا ابوها، هي اللي حاطه الحاجز بيني وبينها. طيب بس لا افهم شو القصه لا احكي معها، شو بدي اقول لها؟ شاب من عمره شفته اليوم معه وفهمت انه في شيء بيناتهم، وانا مثل ما قلت لك علاقتي فيها ما بتسمح لي اني انا اسالها، فلازم انت تتصرف في هالموضوع وبسرعه يا طارق. خلص أنا العصر بأخذ النوع بشي قرنة وبحكي أنا وياها. طارق أنا بدي إياك تبقى جنبي، أنت سندي بهالحياة وأنا مالي غيرك. ما بدي إذا مالت الدنيا فيني ما لاقي حدا استند عليه. الله يخليك خلينا نكون إيد وحدة. لا تخافي أختي، حطي رجليك على أرض صلبة، لا بتميل فيكي ولا بتعتازيني. بابا مو معقول كيف كان عم يحكي مع بنته؟ معقول في أبي بيحكي هيك مع بنته؟ بسيطها بابا بسيطها، المهم أنت ضلي جنبها. حرام شو ذنبهم هني؟ الله يعينهم. أحمد كمان وضعه صعب. بابا أنت حبيتها لماما؟ حبيتها بابا، ما بكفي هدتني أحلى هدية بحياتي.
طيب بابا ليش طلقت؟ رغبتها بابا، هي اللي طلبت. شو بك ليش سكتي؟ ما بعرف، بس في شيء غريب. يعني ماما وقت حكت لي عن الموضوع ما فهمت منها ابدا انه هي اللي طلبت الطلاق. حماك الظرف كان صعب كثير بابا، فت على السجن وانحكمت مؤبد. بس هي كانت متمسكه فيك كثير وتفاجأت لما طلقتها. لا بابا لا، لو فعلا كانت متمسكه ما صدقت انه انا ممكن اعمل هيك عمل سخيف. حتى الناس اللي بعاد عني وقفوا معي وللعظم، بس هي لا، صدقت كل شيء قال عني. ايه بابا بس هي ما صدقت، حتى من كم يوم لما جابت سيرتك قالت انك مستحيل تعمل هيك عمله. هيك قالت لك؟ ماشي بابا ماشي، على كل حال ما بدي اعصب انا، هذا ماضي وراح. خلص بابا خليني مبسوطه فيك يا احلى اب بالعالم. بابا بدي اقول لك شغله، انا تركت البيت امبارح. ما فهمت. يعني سكنت مع رفيقتي. ليه؟ خلينا نروح نقعد. السلام عليكم حجي. شو عامل؟ شو عامل؟ عم بسألك جاوبني شو عامل؟ ماني عامل شي حجي. عم تكذب كمان؟ لمين عم تشتري الحشيش؟ لهون وصلت مواصيلك؟ شو حشيش ما حشيش؟ أكيد في غلط بالموضوع حجي. في شي غلط. اسمع لك أنا يا حبيب أمك، أي نعم بالي طويل، تاركك تساوي اللي بدك إياه وتاركك تتصرف على كيفك، ما عم تدخل بشي. بس اوعك اوعك يخطر لك اني خرفت ولا ريادتي شطيت، والا وعزة الله بحبسك باوضه وبقفل عليك بالقفل والمفتاح. فهمها؟ اسمعني حجي. انت اسمعني منيح، حدا قبل منك حاول يلوت اسمي غيبته ورا الشمس؟ لو كنت قبلي وعزة الله اذا بصير فصل ناقص لسلمك بايدي هدول، واحسب الله ما خلقك وتبرى منك ليوم الدين. فهمان؟ أمرك حجي أمرك. ناوي نفتح الشقة حتى أشوف. أجيب لك يا عم السيارة. ليه أجيبه؟ تحرك مستعجل! وينك؟ خليك بمطرحك أنا جاي. وأنا كمان حابب إنك تعيشي معي بابا كتير. يا الله قديش حلمت إني بالليل فايق وجاي ناح غرفتك، عم بفتح الباب بس لفوت غطيك. مو من حقي بهذا الأمر إنك تعيشي معي. حقك بابا، بس بعد فترة من هلا. يعني أنا والله حابة إني أعيش معك، بس خايفة ماما تفكر إنه أنا عم بفتعل هالمشاعكي الافتعال كرمال إنه أعيش معك. لك بابا صار لك 20 سنة من هالسطح، ما أجا دوري؟ بلا بابا، بس أعطيني شوية وقت. لأيمتى بابا؟ الإنسان ما بيضمن حاله. يعني هلا إذا ماشي تيجي قذيفة بتروحني. بعيد الشر عنك، الله يطول لي بعمرك يا رب. إيه أنا ما صدقت أيمتى رجعت لي، بس اصبر علي شوي والله لنعيش أحلى عيشة مع بعض. إن شاء الله بابا إن شاء الله. بعدين اسمعي لقلك، كان لازم اتصلتي بأحمد أو اتصلتي فيه. ما بيصير طارق يعطيك مصاري جار البيت، عيب. إيه بابا بس طارق مو غريب وأقرب الناس على قلبي، بعدين نحن بعد فترة رح نخطب ونتجوز. أنا ماني ضد الشيء بابا، خلص بعد يومين دبر لك مصاري ترجع لي إياهم، مفهوم؟ حاضر يا أحلى أب بالعالم. قوم مشي معي.
بتعرف بابا؟ أنا روح قلبي أمشي بهي الحارة. ما في أحلى من هيك حارات بابا. والأحلى لما تسمعي أذان الفجر وتشمي ريحة بخور الكنايس وبعدها تسمعي فيروز. هذا كله انحرمت منه 20 سنة. تعرف بابا؟ أنا لما بمشي بهي الحارات بحس إنه جاي عبالي آكل عوجة وجعنريك وتوتشان. لك حتى بيجي عبالي سندويشة الفلافل. لا بالله ما بضحك علي. لك ما عم بضحك، أنا مبسوط فيكي. طالما مبسوط معناه تحكي لي. أنت ليش صفنت وقت قلت لك إنه ماما ما أنا شاكة فيك؟ عم تراقبيني؟ هلأ بالله قل لي ليش كنت عم تصفن؟ والله صعب يا بابا، صعب أحكي. ماشي يا أستاذ كمال، أنا اليوم رح مرق لك ياها، بس الأيام الثانية لا تحلم. هاي ريهام. ردي علي يا بابا. تعليمة، حكيها بعدين. طيب بابا خليكي بجنبها وقت إياها، لا تقسي عليها، ظرفة صعب أختك. تكرم بابا. الله معك. ولا يهمك معنين، ساعتين وبنفرمه. أنا بحاجته، ما في داعي نفرمه هلأ. فهمان، بس قلي شلون قادر تسحبه؟ ولو يا ضيعيني، أنت لا تفكر باللي بيصير واللي ما بيصير. لك أنا بسحبه من رموش عيونه، أنت أمور وتفرج. جيبه خليني أتفاهم أنا وياك الأول. شو أمرته سيد راسي؟ اسحب لي إياه لعندي على المستودع، هنيك نتفاهم على رواق. يا ترى قادر تسحبه ولا لا؟ أكلم عندي قضوي. يعني رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. لك أخ منك أنت بس لو تسمع مني وتطنشهم، اي والله لأخطب لك أحلى وحدة بالبلد. أمي إن شاء الله فهمي علي، أنا ما بدي أحلى وحدة بالبلد، ما بدي. أنا بحبها لريهام وبدي أتجوزها. شو يعني بتحبها؟ بتزل حالك مشانها؟ بدك تروح تترجع أبوها لحتى يوافق؟ لو كانت بتحبك فعلا كانت هي جبرت أهلها يوافقوا. البنت لما بدها تعمل شغلة ما حدا بيقدر يوقف بوشها. مو مزبوط الحكي، مو دائما يعني. بكرة الأيام بتثبت لك، بس أنت التفت لشغلك، المستقبل قدامك، الدنيا ما بتوقف عند حدا. خليني روح كمل الأكل، هلا بيجي خالك. عمولي شوفي شو صاير فيه. شو اعمل؟ ما هان علي شوفوا هيك متوتر. لك يا عمولي هدي شوي، واحد عشقان بتري له شغل عقلك. كملي كملي شغلك. ما عم بقدر رد عليه، ما عندي شيء اقوله. شو بدي اقول له؟ قولي له اي شيء بس لازم تردي عليه انت. حاسه انه ما في امل، كل ماله الموضوع عم بيتعقد. ليش لحتى نوجع قلبنا ونعذب حالنا على شيء يمكن ما يزبط بحياته؟ انت ما لازم تضلي عايشه بهالاستسلام والهروب هذا، لازم تقوي وتصبري وتصممي، ان شاء الله كل شيء رح يتغير. انا مالي قادره انا اصبر، وما عاد بدي شيء، بدي ضل قاعده بس بين هالاربع حيطان هدول كل عمري. انتوا بس حلوا عني، اتركوني بحالي. انا ما عاد بدي من حدا شيء، اساسا ما عاد بدي حدا.
شبهة مجحشة هي؟ منبيع نقد وتقسيط. ليش انت عبالك شو سيارة؟ آخ هيك عشي سيارة حمراء افلوش فيها كل البنات. مين بدك تفلجي كمان؟ لموجة هيك تصور معي هي طالعة بالباص وأنا عم شفط بالسيارة. يا عيني لك يا زلمة هي المخلوقة تارك الكل ودبقاني شي اسمه رهف. طيب رهف خلينا نعتبر انه هي السيارة الحمراء صارت عندك، مين راح تركبي فيها؟ رفقاتي وخد على تشخيص. كلهم بنات؟ لك لا شو بنات؟ بنات وشباب. طيب لك الشباب بلا مو زي بيضلوا بنات أحسن؟ ايوه ولا البنات المهم الفكرة. ورامي؟ شبعوا يعني ما بدك توصليه كمان؟ أصبح سهر حكت لك. عن شو بدك تحكي لي؟ يعني ما بعرف أختك فهمان الموضوع غلط. يعني أنا ورامي رفقات مدرسته جنب مدرستي وبعدين يعني شو يعني؟ ولا شيء يعني هيك بيهتم فيني ما بيحب يشوفني زعلانة ما هيك. شو كمان؟ ليك من أول إذا بدك تستلمني بلا هالسيرة أحسن. لا حبيبتي أنا ما بدي أستلمك أنا حابب أسمعك. يعني هيك رامي بيفهم علي بفهم عليه نسمع نفس الأغاني نفس المطربين نشبه بعض كتير. وأنا وياك نشبه بعض كتير. إيه وأنت بحبك. يعني أنت بتحبيني مثل ما بتحبي لرامي؟ اسمعي رهف أنا رح أحكيك بصراحة. رهف أنت كبرتي ما عدتك هي البنت الصغيرة اللي بدي ماشي كلامي عليها. كبرتي يعني المفروض أنك صرتي واعي. ليش الحب إلا توعي؟ هلا لما بيكون مدروس لا بس يا ترى اللي انت عم تحسيه هو عن جد حب؟ لك عن شو؟ تعود انسجام ممكن يكون رفقه حلوه. في احلى من الرفقه الحلوه؟ الحب احلى من كل شيء. رهف انت ليه مستعجله على الحب؟ يعني ماني مستعجله بس كل رفقاتي بحبوا يعني انا شو ناقصني؟ رهف نحن حكينا سمعتك وسمعتيني وبعتقد انك فهمتي. ما عم بفهم يعني شو لازم اعمل؟ كيف كان عم يتطلع فيني؟ بتقول عم يشوف شي فيلم. ليش انت ان شاء الله فكرتي مثلك بالافلام؟ لا والله. اعطينا يا بنت اعطينا. طيب شبك انت الثاني؟ مرحبا حجي. انت مغير شي مفتاح البيت؟ لا بس في الي هنيك اغراض ضروريه للشغل بدي اياها. امرك حجي امرك. الله معك. شو سامر بلا سامر بيك بلا بطيخ. هلي ما بدك توصلني؟ هاي اجى على 10 كاسي. يلا هوينا تشاو. احمد لوين رايح؟ بدي روح دق عليهم الباب هلا. بدي افهم شو عم بصير. بدي افهم هي معي ولا مع اهلها. احمد مانك مراهق عيب خالو. لاني مو مراهق بدي روح. خلص خالو
إذا شايف هذا الصح روح. الله معك. مشان الله هتخليه يروح، خايفة يعملوا له شي مصيبة. لا خلص أنت الثانية، ابنك بالغ راشد، لشو خايفة؟ بس يا ريهام قد ما كنتي متضايقة ما بصير تسكري الخط بوشي. يا ريهام أنا تعبانة كتير وبتضايقة. مساء الخير أحمد، كيفك؟ ليك عيني، اوعى يخطر على بالك انه اللي عم تفكر فيه انت او اللي عم تفكر فيه امك انه ممكن يصير. مشي معي أحمد، مشي معي. تضربي منك اليوم. هذا اللي عم يصير شو اسمه له؟ هنيك ريهام فوتي على اوضتك احسن ما ابتدي فيك بسرعه. فوتي. ولا حركه. اذا بسمع صوتك رح فضي المسدس براسك. امشي قدامي. لو بدك تاخذني شد حلقك ولك امشي. الحمد لله رجع لك عقلك واخيرا. قلت لك يا عمي تركيا ما زمن بحلنا. فرحتينا فينا. ان شاء الله على طول يا رب. يلا انا بدي استاذنك. لوين؟ ما في طلعه. حدا بيطلع من بيت اهله؟ مو راضي. خلص بلاهم، نحن بنجيب لك غيرهم، ما بدنا شيء منهم، بس يبعدوا عنا. احكي لك شي كلمة بابا. خلص يا اختي كرمالي، بلا ما اتأخر على امها، خليها تروح. كرمال ابوكي بس. يلا باي، باي عمي. باي عمي. مع السلامة. ايه يا ابو حميد؟ شو رقنا ولا ما رقنا؟ والله ندمان كثير يا خالو. يعني حاسس اني صغرت حالي كثير بوقفتي على باب بيته. قلت لك انا وما سمعتني، كان قلبي حاسسني. ولا يهمك خال ولا يهمك، بالعكس انا انبسطت انك رحت. انت ما خسرت، انت ربحت لانك اثبتت لها انك واقف معها. وانت من امتى بتشوفها ليارا وبتحكي معها يا سلال؟ جراك عم تشتغل فيني. بعدين بحكي لك لازم البس لانه نضال جاي. ايه عم ضربك. وينك لهلا كلك؟ وين؟ ايه بري عليك عظيم. اسمع لا يغيب عن بصرك ولا دكي، رمشة عيد ولا تغيب عنها. ايه ماشي، مسافة الطريق كون عندك اضوي. وهلا يا كمال بيك ارجيني شو رح تساوي. عشرة ونص وما بين
مين قال لك رح يجي اصلا؟ بده يجي، مصلحته يجي، لو ما له مصلحه ما قال لي مرحبا. كانه بيشبه اللي كان معه امبارح. طيب انت وقت تشوفه شو بدك تساله؟ سؤال واحد، شو علاقه رؤوف بالجماعه؟ ومين قال لك انه بيعرفه لرؤوف؟ لا لا بيعرفه، هو عم بيحكي لي عنه ووصف لي نفس السياره اللي كان راكبها رؤوف واجى لعندي على الحدود. مين قال لك انه هو بيعرف رؤوف؟ نفس رؤوف اللي نحن بنعرفه. لا انا كل ما بتفتح معي بتسكر لي اياها. ما مبينه انه مسكره. جاي بحكي. خلص 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 10 دقائق بنستنى، ما اجى امروا لي عنده على المحل. لو قتلني عم اقول لك قتلني احسن لك، قسما عظما اذا فلتني لكون دباعك انا. الله يسامحك، هذا بدل ما تتشكرني، لأنه صار لي 20 سنة وأنا عم دور عليك لحتى أعطيك حق. لا كفو والله، وبهال 20 سنة هي كلها ما قدرت تلاقيني لهلأ. كان هيك جبتك لهون، وحميد الله أني لقيتك. قلت بني آدم، هذا الرجال ده أفشيل لك يا داسوس لحتى يشمشم أخباري وأخبارك، ولو ما لحقتك باخر لحظة الله يعلم شو الورطة اللي كنت رح تورطنا فيها. ومين هذا الرجال؟ كمال مسلم. اجى لعندك ولا ما اجى؟ ايه، بس منو قال لك انه مدسوس بالامن؟ هذا الزلمة كان محبوس كل هالعمر وجاي تقلي مدسوس؟ بعدين الامن ما فاضي هلا الا لإلي ولإلك؟ شو؟ ملعوب جديد جاي تلعبوا علي؟ بني ادم فكر فيها منيح، واحد محكوم مؤبه شلون بيطلع من الحبس فجأة؟ بس هو عرف طريقي وقدر يوصل لي، لو كان بيشتغل مع الأمن كان خبر عني. مشان يوصل لغيرك عن طريقه ما كان عم يحاول يسحب منك حكي؟ أنا كل هالحكي هاد ما ألي فيه، أنا بدي حقي وحقي معك. أنت عيني وأنا بدي أعطيك حقه. وشو ضمانة؟ مجرد انك عايش لحد هلا هو الضمانه. لو كان بدي خلص عليك من زمان كنت خلصت عليك وقدام دكانتك، ولا مين حس ولا من دري. بتحب اثبت له يا ضي عيني؟ ما في داعي، قيمة الفرد قيمه. امرك معلم. لانه ساعده بضل النظام الرابع وفك هالاحبال، لانه ما بتليق لا فيه ولا فيني. تأمر يا كبير. ساعده غالي علي ومن زمان ومن هلا. عايش غريب.